بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لما جاء سيدنا موسى عليه السلام لميقات ربه عند جبل الطور وسأل ربه، قال ربي أرني أنظر إليك، وأجابه الخالق العظيم بأنه لا يمكنه رؤية ربه في الدنيا، وأنه لا يطيق بخلقته الحالية في الدنيا هذا الأمر، حتى أن الجبل العظيم الضخم لا يطيق ذلك. سبحان الخالق العظيم الذي أبدع كل شيء، خلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لقد أجاب الله تعالى على نبيه موسى عليه السلام كما قص علينا القرآن الكريم، قال لا تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما فاء سيدنا موسى من هول أو من صاعقة ما رأى وهول ما رأى، تاب إلى ربه من طلبه الذي سأله بعد أن نزه مولاه، لأن الطلب ده لا يطيقه الخلق في الدنيا. قال الله تعالى فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وبعد كده خاطبه المولى سبحانه وتعالى بأنه اصطفاه على أهل زمانه بالرسالة الإلهية، أنه اصطفى سيدنا موسى عليه السلام بالرسالة الإلهية وبتكليمه بأنه بيوحي إليه بلا واسطة ملك. فقال الله تعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وتلقى سيدنا موسى الألواح، تلقى ألواح التوراة، وكانت عشرة نزلت من السماء
وفيها الوصايا العشر. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه وإحنا بنشوف أحداث اليوم في غزة وفلسطين وغيرها، أين صهاينة اليهود اليوم من هذه الوصايا العشر؟ هنعرف إيه السبب، لكن بعد ما نستعرض سويا إيه الوصايا دي وإيه اللي حصل في إنه صهاينة اليهود لا يتبعون أحكام التوراة. الوصية الأولى كانت لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك بي شيئا، لكن للأسف إذا أنت بتراجع حديث الحاخامات عن الله تعالى في التلمود تجد أنها لا تليق أبدا بموحدين يوحدوا الله تعالى العظيم. إذا قريت صحائف التلمود، وحنعرف إيه التلمود ونعرف إيه المشناة ونعرف ده بعد شوي، تجد أنه حديثهم عن الله كأنهم بيكلموا بعض، لكن الحديث عن الله مختلف. لما يتكلم المخلوق عن الخالق لابد أن يكون حديثا منضبطا بإني أنا مخلوق ضعيف أتكلم عن الله الخالق العظيم. إذا رجعت صحائف التلمود وحديث الحاخامات لن تجد ذلك. على فكرة مش كل اليهود بيقدسوا التلمود ككثيرين يقدسونه، هناك يهود منضبطين بالعهد القديم وهو التوراة. الوصية الثانية اللي جت في الألواح أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أحييك حياة طيبة. الوصية الثالثة اللي جاءت في الألواح اللي استلمها سيدنا موسى عليه السلام، قال له لا تقتل، لا تقتل النفس. شوف خلي بالك من الوصية الثالثة ونذكر بها صهاينة اليهود. جاءت في ألواح التوراة لا تقتل النفس التي حرمت عليك، فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها. بينما تيجي تشوف في التلمود إنه أضافوا في التلمود الحاخامات. التلمود ده الكتاب اللي بيشرح التوراة وعامل شريعة كمان زيادة عن اللي موجود في التوراة، وحاجات كتيرة صعبة جدا هنتكلم عنها. التوراة بتعلمهم لا تقتل النفس لأن ده محرم عليك إنك تقتلها. يقوم تجد في التلمود أضاف إليها أصحاب العنصرية اللي كتبوه وراحوا قايلين إيه لا تقتل يهودي، يعني جعلوا قتل غير اليهودي واجب، جعلوه واجب ديني بيثاب عليه اليهودي من ربه. مش كل اليهود موافقين على هذا التلمود، الغالبية، لكن هناك قلة منضبطة بأحكام التوراة. الوصية الرابعة إنه في التوراة وفي الوصايا التي استلمها سيدنا موسى عليه السلام لا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم اسمي. والوصية الخامسة لا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظر عينه ولا يقف قلبك، يعني الواحد ما يحصلش خطايا بالجوارح. فإني أوقف أهل الشهادات على شهاداتهم يوم القيامة وأسألهم عنها. الوصية السادسة ولا تحسد الناس على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي. والوصية السابعة لا تزني. والوصية الثامنة لا تسرق، فأحجب عنك وجهي وأغلق دون دعواتك أبواب السماء. يعني ما ينفعش إن أنا أسرق، لا أسرق فلوس ولا أسرق أرض، إنما سارقين الأرض وبيقولوا بتاعتنا ودي أرض عربية. تيجي تبص إيه اللي مديهم الرخصة يعملوا كده اللي مكتوب عندهم في التلمود. يقوم يزود في التلمود لا تسرق من يهودي، يعني مباح تسرق من غير أي من أي حد تاني. التوراة حرمت الربا وعدم الاستيلاء على أموال الناس بغير حق، ما ربنا وصفها بالنور والهدى، لكن هم في التلمود أباحوها على حسب المصالح، يعني
على حسب اعتقادهم، وأباحوا التعامل بالربا والاستيلاء على أموال الناس بالباطل، بس شريطا أنهم ما يكونوا من غير اليهود، وخلوا ده أمر واجب. طيب سرقة الأرض ما تنفعش، ما هي زيها زي سرقة المال. أما تكون أرض عربية وبعدين تقول دي مش أرض عربية وتسرقها وتقول دي أرضي، وتلم نفسك من كل العالم وتيجي تقعد في الأرض بوضع اليد، أليست هذه سرقة؟ التوراة قالت لا تسرق، والتلمود قال اسرق بس من غير يهودي، يعني ما تسرقش حد يهودي، اسرق أي حد غير اليهود. الوصية التاسعة لا تذبح لغيري، فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليه اسمي. يعني الذبح لا يكون إلا باسم الله، ما يكونش باسم حد تاني. الوصية العاشرة، وأحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك. طب انتوا فين من وصايا التوراة دي يا صهاينة اليهود؟ انتوا فين من هذه الوصايا؟ فين أحبب للناس ما تحب لنفسك؟ خليتوها انت لازم تحب يبقى المجتمع اليهودي، وكأن المجتمع اليهودي ده هم طبعا بيتعاملوا كده على أساس ان هم شعب الله المختار، وان هم احنا كلنا بيعتبرونا خدم عندهم ويستعملونا ويستبيحوا أرضنا ويستبيحوا فلوسنا ويستبيحوا كل ويستبيحوا دماءنا، كله مباح عندهم، لأن هم شايفين نفسهم الخلق اللي فوق الخلق. أين أنتم من تعاليم التوراة العهد القديم؟ للأسف أنتم بتعتبروا التلمود أفضل من التوراة، وبتتعاملوا مع التلمود وكأنه كتاب مقدس وهو ليس كذلك. التلمود ما هو إلا كتاب شروح للتوراة، جم كده مجموعة من حاخامات وعلماء اليهود شرحوا التوراة، ولكن بقى حصل انحرافات على مدار قرون، لأنه هو ابتدى التدوين بتاعه بعد 150 سنة بعد المسيح عليه السلام. جمع كل الشروح دي الحاخام يوداس، وكانت في بداية الأمر اسمها المنشا، يعني الشريعة المكررة، لأن شريعة سيدنا موسى المكتوبة عندهم في 5 كتب اللي هي العهد القديم كانت مكررة في المنشا برضو. والمنشا كتاب، يعني تقدر تقول إيه، كتاب تفسير خاص بتفسير، زي ما هما بيقولوا على حد عبارتهم، ما التبس فهمه في شريعة موسى. وكاتبين كمان إنه المنشا فيها تكملة لشريعة موسى على حسب ادعائهم. ومن هنا ومن غيره دخل التلاعب بأحكام التوراة، وظل كتاب المنشا بيزداد بالكثير من الشروح على مر القرون، يجي حاخامات ويجي علماء اليهود يزودوا الشروح على شروح من سبقهم فتكبر، ويجي علماء أو يعلق علماء اليهود عليه حواشي كتيرة جدا، يعني شروح كتيرة وطويلة، سموها بعد كده أو جمعوها تحت ما يسمى في كتاب الجمارة أو غمارة حسب النطق إن صح النطق. فالمنشا بقت مع الجمارة الاثنين كونوا التلمود. هم أصلهم إيه؟ هم أصلهم شروح للتوراة. التلمود معناه كتاب تعليم ديانة وفيه آداب اليهود، بس شروح اتعاملوا معاها بطريقة التقديس. التلمود ده اللي عبارة عن المنشا والجمارة اللي هي عبارة عن شروح الحاخامات وعلماء اليهود، واللي ابتدت بعد 150 سنة بعد المسيح عليه السلام، بدأت تكتر على مر القرون وجمعوا كل كتاباتهم وأدبياتهم، بس وصلوا بيها لحد إنهم بيقولوا بنكمل شريعة موسى، لأن شريعة موسى كده ناقصة، فهم بيكملوها. الحاخامات بيكملوا شريعة موسى على حد كلامه. والحقيقة أنه بيتعامل الكثير من اليهود، ومش كل اليهود، بيتعاملوا مع التلمود على أنه كتاب كأنه كتاب منزل، وبيبذلوا الجهد في نشر قواعده للأسف المضرة، للأسف بينهم. وصلوا إلى حد أنهم اعتبروا التلمود أفضل من التوراة بلسانهم، يعني تقدر تشوف ده بوضوح جدا عن طريق قراءة ما جاء في صحيفة من
التلمود يقولوا مثلا، شوف بيقارنوا بين دراسة التوراة وغيرهم من مؤلفات الحاخامات، فيقولك إن من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق المكافأة عليها. شوف طريقة الكلام عن التوراة. ومن درس المنشا فعل فضيلة استحق أن يكافأ عليها. وقلنا المنشا اللي هو الكتاب اللي تجمع فيه شروح التوراة، وإنهم على حد قولهم كملوا الأحكام اللي ناقصة في التوراة، جابوا شريعة تانية. فقال لك اللي بيذاكر التوراة بس يعني عمل فضيلة ما ليس له مكافأة عليه، واللي بيذاكر المنشا استحق أن يكافأ عليه، واللي بيدرسها يعني. ومن درس الجمارة فعل أعظم فضيلة. فبيقدسوا أو بيقدسون كلام الحاخامات وعلمائهم أكثر من التوراة التي جاءهم بها موسى عليه السلام. صدق القرآن وكذب موسى، مش في عصره بس وإلى الآن، وجاء في كتاب شاغيجة أو شاغيجة حسب النطق، إنه من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت، ده في التلمود، دون من احتقر أقوال التوراة. يعني بيقارنوا بين أقوال علمائهم وحاخامتهم وبين أقوال التوراة، وجعل إن اللي بيقلل من كلام العلماء بتوعهم يعني ده استحق الموت دون من احتقر أقوال التوراة. يعني التوراة دي كأنها يعني بالنسبة لهم لا أستطيع أننا أردد هذا الكلام. وكانوا بيقولوا برضو في صحائف التلمود لا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط. يعني ما فيش تهوين لكتاب، ده كتابكم، ايه هذا التهوين؟ لان هما بيقولوا ان اقوال علماء التلمود افضل، ده النص افضل مما جاء في شريعة موسى. من هنا ببساطة نقدر نفهم قول الله تعالى وكذب موسى، مش كذب في زمانه فقط وما زال يكذب موسى. بمنتهى البساطة نقدر نفسر القتل والذبح اللي حاصل هنا وهناك. هم بيعتبروا كل شخص غير يهودي بيسموه أغيار، يعني غيرهم، أي حد غير يهودي بيسموه جويم. جويم يعني ده مش يهودي، فبالتالي هو ملوش قيمة وملوش حفظ لدمه ومفيش حفظ لماله ولا حفظ لعرضه بحسب تلمودهم اللي أنفه أحبارهم. رغم إن رب العالمين سبحانه وتعالى أخبر نبيهم موسى عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال المولى سبحانه وتعالى لنبيه موسى بأنه يؤمر بني إسرائيل أنهم يأخذوا بأحسنها، يعني يأخذوا بأحسن الأمور، بأحسن الأوامر والتكاليف، يكونوا في درجة الرقي في أخذها. وقال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. ربنا بيقول موعظة وتفصيلا، مش مستني هؤلاء الحاخامات ولا العلماء عشان يقولوا تكملة لشريعة التوراة. شو ربنا يقول؟ وتفصيلا لكل شيء، موعظة وتفصيلا لكل شيء. فأمر ربنا سيدنا موسى قال له فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. يعني نصت الآية على خصلتين تقربان إلى الله تعالى. أول واحدة بتستدعي ليهم ثواب عظيم إذا هم عملوه، يعني إنهم ياخدوا بالأفضل، يعني إذا ليه حق عند حد وعايز ياخده ده العدل، وإذا خد عفى عنه فده العفو، يعني العفو أفضل من القصاص، ده معنى يأخذوا بأحسنها، بيدعوهم إلى التسامح والإحسان، مش بس العدل، لا ويفوق مرحلة العدل بالإحسان بالعفو. وبعدين ربنا وعدهم، وعد سيدنا موسى بأنه يري هؤلاء دار الفاسقين، سأريكم دار الفاسقين. ودي أرض الجبابرة أو العمالقة، وقيل أرض اللي هي أرض الشام، ما رآها بنو إسرائيل ولم يدخلوها،
اللي دخلها أبنائهم مع يوشع، لأن مع يوشع ابن نون، لأن سيدنا موسى ما دخلش فلسطين أصلا. اللي دخلها بعد كده يوشع ابن نون، ومش كان داخلين عشان يحتلوا الأرض، يتعايشوا بمعاني وأنوار سماوية، إنما هم خدوها مصلحة دنيوية، يحطوا على الأرض دي يقولك بتاعتنا، وياخدوا حاجة الناس يقولك بتاعتنا، وينهبوا أموال الناس يقولك حاجتنا. نفس القصة، أصحاب الأنوار والرسائل الربانية مش أصحاب مطامع دنيوية. إيه فائدة القتل والدم والذبح والاستيلاء وتضييع؟ إن النفوس تعيش في سلام وأمن وأمان، عشان أنتم شعب الله المختار. وعد الله ذرية بني إسرائيل إنهم يدخلوا، ده ما دخلوهاش مع سيدنا موسى، دخلوها مع يوشع بن نون وهو فتى سيدنا موسى عليه السلام. وبعد هذا اللقاء النوراني العظيم، هذا اللقاء الذي كان يتشوف إليه سيدنا موسى عليه السلام، وبعد ما أخذ موسى الألواح اللي فيها الخير لبني إسرائيل والذي لم يعملوا به، وبدأ يهم بالانصراف من هذا اللقاء، أخبره ربه بفتنة قومه فرجع من جبل الطور غضبان شديد الحزن مما فعله قومه من بني إسرائيل. قال الله تعالى: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. صدق الله العظيم. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناتنا قناة أون، ومشاهدي القناة الأولى المصرية، ومشاهدي الفضائية المصرية، وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. سريعا نذكر بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا، وبنتلقى الأسئلة عليها، الأجوبة من خلال الشاشة، لا توجد أجوبة مطلقا من خلال الصفحة أو أي صفحة، فأرجو شدة الحذر من سائر الصفحات المزيفة. ونذكر كذلك أن احنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وفي شريف تلقي أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة، بحاول أجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. ويوم الأربع هو المخصص للرد على أسئلة حضراتكم اللي بتفد على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة، وعرض فقرة الكتاب، كتاب قلوب عامرة، والقراءة فيه برواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. معانا في سؤالين من امبارح، ان شاء الله ربنا ييسر نجاوبهم. ست ام كمال، مساء الفل عليك يا دكتوره. مساء الانوار، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله، انا بحبك قوي وبعزك جدا والله. احبكم الله الذي احب، منوره وانا منوره التلفزيون كله والله. الحمد لله ست كمال. بصي يا ستي، انا عندي 61 سنه، وبقوم قيام الليل الساعه 2 لحد بعد الفجر. فاول اذان في الفجر فانا بقول اذكار الصباح، يعني عشان خاطر اختار الفجر وانا نايم. خلاص طبعا انا مريض بالكانسر اساسا. ربنا يشفيك ويعافيك، بعد كده تعواتك طبعا، ربنا يشفيك ويعافيك وينزل العلاج عليكي بردا وسلامه. اللهم ربنا يبارك في عمرك. فانا طبعا هل يصح ان انا اقول اذكار في اول الاذان، ولا لازم استنى لبعد الفجر؟ حاضر حضرتك ودعواتك بقى طبعا. انت طبعا انا عامله كانسر مستقيم وما عنديش عضله، فطبعا بتحصل طبعا مش فاهمها طبعا حضرتك، فهل يعني برضه يصح ان اكمل صلاتي ولا اعمل ايه؟ انا مش عارفه بصراحه. يبقى انت بتسالي هل ينفع ان انا اقول اذكار الصباح مع عقب الاستماع الى الاذان الاول ام لا؟ اه ايوه حضرتك. هل في حاجه اخرى ست ام كمال؟ اه بس انا بقول لحضرتك انا عامله يعني شايله كانسر من المستقيم، فطبعا بتحصل لي حاجات كتير قوي وانا بصلي، فاضطر بقطع الصلاه واروح افضل تاني وارجع. لا مفيش مشكله، انت بتتكلمي عن الطهاره اثناء الصلاه بسبب الوضع اللي حضرتك فيه. ما عنديش عضله. انا فاهمه فاهمه. ما عنديش عضله، شايله كانسر منها وما عنديش عضله. اه بس حضرتك حاطه حائل يعني. اه طبعا حاطه حاجات كتيره، بس ساعات بقدر بقوم بقى بقدر اتصرف. انا فاهمه تمام تمام. حاضر حاضر. شفاكي الله وعافاكي، واسال الله رب العرش العظيم أن يشفيكي شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما، ويكون من أورادك ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ويكون من أورادك سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، ويكون من أورادك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وربنا يذكرنا بباقي الأوراد نقولها لحضرتك.
معانا استاذه ثريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. كنت عايزه اسال حضرتك يا دكتور في ايه سوره المائده؟ نعم قلتها لحضرتك قبل كده. ما احنا هتتذاع الاربعاء ان شاء الله، او اتذاع تقريبا ولا لسه هتتذاع؟ لا هتتذاع، هتتذاع الاربعاء ده ان شاء الله. ان شاء سجلناها خلاص، لانه عشان اشرحها وتاخد وقتها وقت الهوا ضيق، فانا سجلتها لك، سجلت التفسير بتاعها. شوفي لو في حاجه تانية. كان في سؤال تاني. كان في حد قال لي ان انا وانا بصلي لازم اغطي رجليا، يبقى وشي وايديا بس اللي مبينين. حاضر. فهل ده صح ولا ايه؟ حاضر. ماشي. شكرا يا استاذ ثريا. معانا استاذه مريم. ايوه يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا ومرحبا. انا بحب حضرتك جدا 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 والله. والله انتوا بتغمرونا بمحبه جميله كده، ربنا يسعدكم ويسعد خاطركم. الله يخليكم. احبكم الله الذي احببتمونا فيه، وربنا يجمعنا على منابر من نور. أمين. اللهم امين. أمين يا رب. أموريني يا استاذه مريم. الامر اللي بصي يا دكتور، انا والله متجوزه بقالي 12 سنه، من حد اكبر مني ب 12 سنه. تمام. انا 35 هو 47 او 48. حد كويس جدا، محترم جدا، بيصلي، يعرف ربنا، كل حاجه. بس هو انا بالنسبه له اللي هو ايه، يعني جوازه وخلاص، الدنيا وخلاص، عند اهله على طول، على طول مع اهله في التفكير. امه بيحبها جدا على عيني وعلى راسي، بس هو الكفه بتاعت امه بتطب عني، يعني فاهميني؟ اي حاجه هي تقولها لازم امر نافذ. بحس ان انا مش بحبه، بحس ان هو هيتجوزني عشان انت بس زعلانه، عشان زعلانه منه. عندي بنتين. انا ربنا رزقني بعد 4 سنين، يعني انا ما كنتش بقى، كان في حمل في الاول خالص. انتوا جمله عدد السنين قد ايه بتاعت الزواج؟ 12 سنه. 12. تمام. بس انا بشتغل ومعايا ولادي وكده، ومعايا 2 بنتين، 8 سنين و4 سنين. يعني انت بتقولي كفه امه راكحه، بمعنى ايه يعني؟ كل حاجه بيجي على حق. لو هي يعني احنا مثلا في العيد لازم نبات هناك بالثلاث ايام وبالاربع ايام. هنا يوم الاجازه لازم نقضيه هناك. لو اي، لو ما روحتش يبقى تبقى، يمكن ما فيش حد معاها، يمكن لوحدها. لا 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 لا، يعني هي في الحته دي بس ان انت مش حاسه بحريتك شويه. مش حاسه بحريتي خالص. لكن هو في المعامله معاكي، لكن هو في المعامله هو معاكي هو صامت جدا، هو صامت جدا، معاملتنا على حد قوي. انا كان، انا بنت على ولدين، فانا دايما الرجاله، يعني انا عندي معنى الراجل ده حاجه كبيره قوي. انا ابويا كان مصاحبني جدا، الله يرحمه. الله يرحمه. فحتى لدرجه ان انا كنت اقول له نفسي تصاحبني، ابقى صاحبتك، تكلمني، تعملني، مش كل حاجه كده. فاهميني؟ ما بلاقيش تفاهم، انا مش لاقيه تفاهم والله خالص. حتى لما بحكي، يمكن عشان بتنتقديه اغلب الوقت ولا مش قوي والله؟ لا مش الدرجه دي يعني. هو ما بيتكلمش معاكي خالص. هو اللي بينتقد بقى، هو اللي بينتقد بقى. يعني يمكن لو انت بتنتقدي هو هيرد على الانتقاد بانتقاد. يعني هو دايما بينتقدنا في البيت. بس انت بتشتغلي ولا لا يا مريم؟ كويس انك بتشتغلي. بشتغل ويعني الحمد لله. بس مش لاقيه التفاهم ده، وحضرتك عارفه طبعا الشغل ومجتمع الشغل والدنيا والدماغ بتبقى معرضه لاي حاجه، والواحد ربنا يحفظنا جميعا. ربنا يعصمك، ربنا يعصمك من كل سوء. وانا الحمد لله يعني مش بشكر في الناس، بس انا على قدر يعني من جمال، من ادب، من يعني الحمد لله ما حد يشوفني الحمد لله. لو حاولتي تتكلمي معاه وتوضحي له الامور بيسمع ولا؟ حاولت كتير جدا جدا. يشتكي لي بقى بالشغل، وانا المفروض تفهميني كده، يعني مثلا احنا عندنا مشكله، احنا ما بيننا مشكله دلوقتي مثلا بقى لها اسبوع، هو هيسيبني لحد ما انا اروح اصالحه كل مره على كده؟ فاهميني؟ لازم انا اللي اروح اصالح، وانا اللي اتكلم، وانا اللي اقول، ولازم تفهميني، ولازم انت اللي مش فاهميني، وانا اقول له لا انت اللي غلطانه على طول. يعني هو شايف انا اللي غلطانه على طول. عايزه اقول لحضرتك، هو متدين جدا، بيصلي، بيصوم، يعني هو حد والله، هو كاخلاقيا ممتاز، بس هو عنده الكفه دي طبه دايما، هو دايما خايف ان امه تزعل. إيه حرام؟ لا انا بتكلم بعيدا عن الوالده. هو طبعا المفروض ما يضغش حق على حق، لكن بعيدا عن الست الوالده يعني هي ممكن، ما انا ده اللي عايزه اقوله، انه ممكن تكون دي ثقافته كده، هو واقف لحته معينه، فانا لازم ابقى افهم عشان ما اقعدش ايه اوجع في قلبي، يعني خلاص هفهم اللي قدامي وابتدي اسايسه. هي عايزه مجهود. وما بقدرش بقى غصب عني، يعني شويه كده وشويه كده، بس هي هتيجي كده عشان خاطر البنتين يا مريم ولا ايه؟
ولا ايه؟ يا رب ربنا يا رب. يعينك. هنتكلم مع بعض، هنطلع حاضر. الفاصل يا استاذ ابراهيم. طيب هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا رد على اسئله النهارده واسئله امبارح ان شاء الله. اهلا وسهلا بالساده المشاهدين الكرام. ست ام كمال بتقول هل ينفع ان انا اقول الاذكار مع الاذان الاول؟ يا ست ام كمال، الوقت بيبدا بتاع الاذكار لما احب اقول اذكار الصباح بدخول وقت الفجر، وان كان طبعا انه من السنه ان انا انتظر لما بعد الانتهاء من صلاه الفجر وابدا اقول اذكار الصباح. فعشان نقول ده اذكار الصباح يدخل الصباح، يبقى في الاذان بعدها اقول، وعايزة اتبع السنة عشان اخد فضل اتباع السنة يبقى انتظر بعد الصلاة لأردد اذكار الصباح. بالنسبة لي السؤال الثاني، ست ام كمال وانها عندها هي مريضة، نسأل الله سبحانه وتعالى انه يتم لحضرتك الشفاء التام الكامل، وبتقول انه في مشكلة في المستقيم، فبالتالي هي لا تتحكم فيما يخرج، فبالتالي هي بتقول ايه الوضع بتاعي اثناء الصلاة بعد الوضوء. حضرتك بتتطهري عادي يعني تتوضي عادي جدا؟ لو في حاجة قبل الصلاة بغير الحفاض اللي بيتحط وأتطهر وأتوضى، وبعد كده بتوضى بعد دخول الوقت، ما بتوضاش قبل دخول الوقت. يعني أسمع الأذان الأول إنه بيرفع الأذان، وبعد ما أسمع الأذان أبتدي إن أنا أقوم بقى بعملية التطهير والنظافة وتغيير الحفاض وبعدين الوضوء وأبدأ في الصلاة، ولا تلتفتي لأي حاجة بعد كده بتخرج أثناء الصلاة، لأن حضرتك صاحبة عذر. سيدتي الفاضلة وشفاكي الله وعفاكي، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك. والإنسان على طول بقى بكل الأذكار اللي قلناها، وإن شاء الله نحاول نحن نذكر حضراتكم بغيرها من الأذكار، ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافية والتوفيق إلى أسباب الشفاء والعافية، اللهم أمين. الأستاذة سوريا بتقول هل لازم، هي كانت بتسأل عن السؤال، كانت سأل عن تفسير آية، وإحنا أنا سجلتها في حلقة الرد على الأسئلة إن شاء الله الأربع القادم بتذاع، تفسير الآية اللي حضرتك تفضلتي بالسؤال عنها. وسؤالك الثاني هل لازم نغطي الرجل أثناء الصلاة، لأنها سمعت رأي بيقول كده. نعم هناك من يقول ذلك، وعند السادة الحنفية ليست قدم المرأة بعورة في الصلاة، ولا مانع من تقليد ذلك الرأي. طبعا بينصح الفقهاء دايما إن الخروج من الخلاف أولى، يعني إن أنا لو أقدر أغطي رجلي أغطي، ما قدرتش وخدت برأي الأحناف مفيش مشكلة، مفيش أي مشكلة. إحنا لا ننكر في الأشياء المختلفة عليها، يعني اللي العلماء ليهم اجتهاد فيها، أخذت أقلدت هذا الرأي أو قلدت رأي الجمهور أو قلدت رأي الأحناف. ساعات الإنسان بيبتلى ببعض مواقف معينة، فربما هو ماشي على رأي الجمهور فيجي في وضع ياخد برأي الأحناف، ما فيش مشكلة، الإنسان لا يوسوس نفسه صاحبة السؤال. وعلى فكرة الأحناف ليهم أدلة قوية عشان بس نبقى مطمئنين. الأستاذة مريم متجوزة من 12 سنة والزوج أكبر منها ب 12 سنة، هي 35 هو 47، هي بتشكر فيه بتقول عليه إنسان محترم، ولكن هو دايما يعني إيه مش عايزة أقول بيميز والدته، ولكن أمه هي رقم واحد. ده شيء طبيعي إن الأم تكون رقم واحد، ويا ريت الناس كلها تبقى عارفة فضل الأم، وكل ما يحسن هو إليها الإحسان ده بينصب عليكي وعلى بيتك وعلى أولادك وحياتك. فأنا شايفة إنك ما تحطيش نفسك في كفة في مقابل ست والدته. وبالنسبة بقى لمسألة لو انت في بعض الامور هو انت مش قادره تروحي، لا مانع انك انت تقولي له، يعني تكلمي معاه، ما تاخديهاش انه لا انت بتفضلها، وانت ما ينفعش احط نفسي في مقارنه معاه. لكن ينفع اطلب منه انه مثلا طيب لو انت هتروحي انت الاولاد، لو انت فعلا مش قادره تروحي اللمة دي بتكون كويسه، لو انت مش قادره تروحي قولي له طب انا خلاص انا محتاجه ارتاح النهارده، انا محتاجه اقعد مع نفسي شويه، مفيش مشكله، وتبقى الامور كده بنعومه مش واحده بواحده ولا بنديه. بنصح برضو دايما في مسألة الاضطرابات في العلاقات الزوجية بنجتهد قدر الطاقة ونقول بعض النصايح اللي ربنا بيفتح بيها، ومفيش مانع برضو ان احنا نرجع لمتخصصين في العلاقات الزوجية عشان نوصل لحل، لا مانع بيهدوا العلم، اصل هو العلم هو مفتاح كل شيء، كل حاجة عايز، زي ما الطبخ ده علم، وزي ما الأشياء العظيمة جدا في الدنيا بنعتبرها علم، شوف انتوا حتى أبسط الأشياء اللي هي في المطبخ دي علم، كل شيء قائم على العلم، حتى العلاقات الإنسانية علم.
الإنسان بيتعلم وبيشوف وبيفهم وبيدرس عشان يحسن من الوضع بتاعه، يحسن من التفاعل بتاعه في المجتمع، وإنه يشوف المشكلات بحجمها الطبيعي مش بحجم مبالغ فيه. وندعي ربنا لأنها من الأسباب المعينة على صلاح الأحوال. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال بينك وبينه، يجعلك قرة عين له ويجعله قرة عين لك، وأن يوفقك رب العالمين لالتماس الأسباب اللي تؤدي إلى صلاح الحياة فيما بينكما. نحمد ربنا على نعمه في أخريات محرومات أن يكون لها بيت أو أن يكون لها أولاد أو يكون لها حياة حتى بحلوها وبالمر بتاعها. فنحمد الله تعالى على نعمه حتى يعني تكسر وتكسر هذه النعم بين يدي الإنسان. فالحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبا. السؤالين بتوع امبارح يا رب الوقت يا أستاذ إبراهيم. احنا معانا الأستاذة عايدة كانت بتقول يعني ليها قريبة تركت يعني خلصت من السعي بين الصفا والمروة 3 أشواط وبعد كده تعبت فما عرفتش ان هي تكمل السعي، فإيه الحكم بتاعها؟ هو الفقهاء السادة الحنفية عندهم انه من ترك السعي كاملا اللي ساب السعي كله او معظم السعي في حج او عمره لعذر خارج عن ارادته زي التعب اللي هي تعبته ده، هم عندهم عند الحنفيه لا شيء عليه. ومن تركه من غير عذر فعليه ذبح شاة. فراي الحنفيه شويه خرجنا يجعل لنا مخرج في هذا المأزق بتاعها في العمره. ومن القواعد المقررة واللي دايما نذكر بيها المقررة في علم الأصول إنه من ابتلي بالمختلف فيه، وإحنا كنا لسه بنشير إلى ذلك، فله تقليد من أجاز. اللي اتحط في موقف زي حضرتك خلاص رجعت وبتاع وهي طلع ما كملتش لتعب ألم بيها وربما ما لحقتش وكانت لازم ترجع. فرأي الحنفية هنا فيه إيه؟ فيه مخرج طيب لهذه السائلة الكريمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى دوم القبول. ودايما الإنسان من أراد أن يحج أو يعتمر يسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والقبول، اللهم يسرها لي وتقبلها مني. فنسأل على طول المعونة، لأن الإنسان وخلق الإنسان ضعيف، فلازم نستمد على طول من الله الكريم المعونة، اللهم يسرها لي وتقبلها إيه؟ وتقبلها مني، فتأتينا أسباب المعونة من الله العظيم الحي القيوم. السؤال الثاني انه بتسال بتهرب، كان ليها سؤال برضو عايده سريعا قبل سؤال داليا، بتقول انه عن قيام الليل انها بتصلي بعد العشاء مباشره القيام. لا مانع اللي بتصلي الى صلاه القيام بعد العشاء مباشره اخذت بالعزيمه، هي قالت انا الحق احسن لو ما انام وما اقدرش اقوم القيام بالليل، واللي بتاخره اخذت بالقوه، ما فيش مشكله وعلى الله القبول. المهم ان صلاة القيام بعد صلاة العشاء، اول الليل بقى منتصف الليل اخر الليل مفيش اي مشكلة، لكن تبقي عارفة انه لا وتراني في ليلة، هو وتر مرة واحدة انا بصلي. افرضي انا صليت في اول الليل اللي هو بعد الصلاة بعد العشاء على طول، وجيت بقى في جوف الليل تراءى لي نمت وقمت وحبيت اصلي تاني من القيام، اصلي بس مفيش وتر تاني، الليلة دي لا وتران في ليلة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. داليا بتقول خلاص كده. طيب يا داليا بكرة بقى أنت في السؤال الخاص بتوثيق عقد الزواج اللي كان عرفي. رب العالمين إن شاء الله يبارك لنا في الوقت، نجيبك عن هذا السؤال غدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا،
وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.